إلى الجيش والشرطة. إخواني الكرام، نحن إخوانكم أو آباؤكم أو أبناؤكم، وأنتم تعلمون جيدا أن قائدكم السيسي خان الأمانة، والله عز وجل كما قال في كتابه العزيز: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإن كان القائد العام للقوات المسلحة خان القائد الأعلى للقوات المسلحة وخان الشعب بعد أن خان الله والرسول وسلم البلد إلى أقوام لا خلاق لهم، كيف تتصورون طاعة واجبة عليكم لهذا الخائن؟ إن الله لا يحب الخائنين. إن كان هذا قد خان قائدا فكيف تطيعونه أنتم؟ ثانيا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أجمع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. لو أنهم أتوا بك وقالوا: سنقتلك إن لم تقتل زيدا، ورفعوا السيف فوق رقبتك، فلا رخصة لك بالإجماع في أن تقتل زيدا، لأن روحك ليست أولى من روح زيد.